دور عين صادق. عاود لينا شنو القصد؟ مني عندي مريضه فيها مرض نفساني. المهم شحال في عمرها؟ عمرها 22 سنه. 22 سنه باقا صغيره. اي عاود لينا القصه ديال الدريه. كانت كتقرا من ضمن التلاميذ اللي كيكونوا متفوقين ومعمرها دوبلت. كانت كتقرا مزيان معمرها دوبلت. باقي لها شهر ونص البكالوريا. صافي تما مرضت وقعت شاده هذاك مرض نفساني. تبعت عليها عند الطب. شنو مرضات جات؟ كانت كتقرا مزيان وتا مرضت. كانت كتقرا مزيان هي تا مرضت. الوقت فاش ديتها عند الطبيب تبعت عليها شحال عند الطبيب النفساني. الطبيب النفساني في اكادير اسمو كنت اسمو صافي. من هذيك الساعه ما بقاتش كتقرا من تقريبا من 2018 2019. في الدروك مؤخرا بدات كت ما بقاتش كي كانت. المهم ما بقاتش كتقرا؟ لا لا القرايه صافي ما بقاتش كتقرا. لا القرايه صافي ما بقاتش كتقرا. هي مجتهده كانت. كانت كتجي مع البارمي لي ميور. ايوا صافي تا من حمرت صافي. هذيك كانوا عند صحاباتها؟ كانت صحاباتها كانت كتواصل معاهم ولكن في التالي بغا كتنعزل. هي باغات كتنعزل ولات منعزله بوحدها. منعزله وحدها ما بقاتش كي كانت. ايوا صافي بقات جالسه حدا الدار. صافي تخرج بعض المره مع المره ما تبي تخرج. المهم داك يخرجوا هي ما تبيش تخرج منهم منعزله. كتجلس في الدار؟ في الدار صافي. ما بقاتش كتقرا؟ لا لا. اما هذيك المده صافي. تبعتي لها عند الطبيب؟ الطبيب كنت مطبع عليها عند الطبيب ولكن مؤخرا ما بقاش الطبيب. مره كل مره كان دير الرقيه. خرج لها شي دواء؟ كان خرج لها الفانيد. خرج لها الدواء شي فانيد. كنت كنشري شي واحد الباكيه كدير شي 600 درهم. 600 درهم؟ اه. وفاش كتاكل ذاك الدواء كي كتكون؟ مكالميه عادي صافي عادي. مكالميه عادي صافي. ومن بعد؟ ايوا حتى مؤخرا بدات اسمو. المهم هي كتحب ديما العزله. ما بقاتش كي كانت. ما كتخرج لا برا لا والو؟ لا لا الخروج ما عندها كاع مع الخروج بزاف. وامتى اختفت هاد الدريه؟ البارح مع شي 12 فاش اختفت ما بقاتش كاينه. قالت لكم انا خارج؟ لا ما قالتهاش. ما قالت والو. هي امها مشات تجيب خوها من المدرسه خرجت. هي ما بقاتش ما تنعرف الا اطر. خرجت ما تنعرف بنادم. زيد احمد زيد. ما بقاتش. ما بقاتش. هي كيفاش خرجت؟ مشات قالت لكم لا غادي هنا لا والو؟ لا لا ما قالت والو. هي ما ساق لها خبر حتى واحد. ما عرفناش. لبست واحد الظرف وحدها؟ كانت وحدها. لبست واحدة السيرفيت ديال اختها وزادت. ما عرفنا الدروب عليها. ما عرفنا فين كاينه. ما عندهاش التليفون؟ لا التليفون ما عندهاش. ما عندها التليفون. ما عندها لاكارت. هي لاكارت ديالها شر قطعتها. قطعت لاكارت ديالها؟ هي قطعتها. امتى قطعتها؟ قطعت البارح. هي مسا. قطعتها وعاد خرجت؟ عاد خرجت كاع ودرت لاكارت ديالها شرقتها. ما قالت لكم لا غادي هنا لا والو؟ لا 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 ما قالت لها شي واحد شي حاجه. اليوم شنو النداء توجه للمغاربه؟ انا المهم اللي كان عنده شي معلومه بها الله يجازيه بخير يفيدنا. صديق سميتها حكرا صفا. المهم اللي عنده شي معلومه بها يتصل بينا الله يجازيه بخير ويدلنا على المكان اللي فيه ولا اي طاري يخبرنا. كاينه واحد بنت خالتها في ساروداند هي اللي كتقرا تما واسمو ما العائله في ساروداند كاع ما عندهم. لا فراسها وكاين واحد العائله في الدار البيضاء اتصل بينا اتصلنا بها. المهم كاع فين ما كانش بلاصه راح اتصلنا بالناس. ما كان حتى شي خبر. لا ما لحد الساعة ما كاين حتى شي اخبار. درتي ديكلاريت؟ ديكلاريت عند البوليس. ديكلاريت عند الجندارم. ايوا هادشي اللي كاين. شنو النداء توجه للمغاربة اليوم؟ ايوا هو اللي شافها ولا اللي عنده شي معلومة عليها يخبرنا بها الله يجازيه بخير. هادشي اللي نوصلوا لهم. التصويرة ديالها وقول الرقم ديالك اللي شافها. اللي شافها يتصل على الرقم 0661 46 32 53 06 61 46 32 53.